بس خلينا نروح نعرف تفاصيل يمكن منح جائزة نوبل في الفيزيكس أو الفيزياء زي ما كنا بنتكلم السنة دي 2024 للعالمين جون هوبفيلد وجيفري هينتون، تقديرا لإسهاماتهم البارزة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية. نرجع لحضرتك. في حدث تاريخي غير مسبوق، أعلنت لجنة نوبل عن فوز عالمين بارزين بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024. هذا الحدث الذي أثار دهشة العلماء والجمهور على حد سواء، يعود الفضل فيه إلى الاكتشافات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. فقد فاز العالم الأمريكي جون هوبفيلد والعالم الكندي جيفري هينتون بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لجهودهما المبذولة في تطوير أساليب التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية. هذه التقنيات الثورية أصبحت العمود الفقري للعديد من التطبيقات التي نستخدمها يومياً، بدءاً من محركات البحث وحتى السيارات ذاتية القيادة. ما يميز هذا الإنجاز هو استخدام الحائزين على الجائزة لأدوات فيزيائية لتطوير هذه الأساليب، فقد تمكن هوبفيلد من ابتكار ذاكرة ارتباطية قادرة على تخزين وإعادة بناء الأنماط المعقدة، بينما ابتكر هينتون طريقة للعثور على الخصائص المخفية في البيانات، مما ساهم في تحسين أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. كما أعلنت لجنة نوبل عن منح جائزة نوبل في الطب للطبيبين الأمريكيين فيكتور أمبروس وجاري رافكن لاكتشافهما الحمض الريبوزي النووي المايكروويف، وهو اكتشاف يعد ثورة في مجال الطب. هذا الاكتشاف ساهم في فهمنا العميق لآليات تنظيم الجينات وفتح آفاقاً جديدة لعلاج العديد من الأمراض. هذه الاكتشافات الرائدة تؤكد لنا أننا على أعتاب عصر جديد من التقدم العلمي والتكنولوجي، فالتطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة أمام حل العديد من التحديات التي تواجه البشرية.